أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد 19 ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1511 وفاة. كما أعلنت الوزارة إصابة 1206 أشخاص بالفيروس، فيما تم تسجيل 1497 حالة شفاء في الساعات 24 الماضية. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهري على الشاشة.